من جانب آخر، أكد قائد اللواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى ناصر قيس أن مطار الجزيرة وكل مناطقها آمنة وفي ظل حماية الجيش الوطني. وقلل القائد العسكري في تصريح ليمن شباب من الأخبار التي يجري تداولها على حول الوضع الأمني في الجزيرة، مؤكدا في السياق أن جميع الوحدات العسكرية في الأرخبيل تدين بالولاء للحكومة الشرعية. نحب أن نطمن أبناء سقطرى وأبناء الشعب اليمني بأن مطار سقطرى وسقطرى بشكل عام آمنة ومستقرة وفي حفظ الأمن، واللواء والوحدات العسكرية المرابطة في مجموعة جزر سقطرى مسؤولية مباشرة على حفظ الأمن في الجزيرة وولائها للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي حفظه الله. وما نسمعه للأسف الشديد من فبركات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المأجورة كلام ليس له أساس من الصحة. نحن في القوات المسلحة أدينا اليمين وأقسمنا بأننا جنود أوفياء لهذا الوطن، ولا يمكن أبدا 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 أن نخون الأمانة التي تولينها.